الدين الاسلامي ما كاين حتى شي حاجه تجرم الافطار العلني نهائيا. ما جبتي هذه المعلومه السر؟ واه المعلومه هذه باينه. كيفاش باينه؟ دابا انت هضرتي لي على الاستفزاز وكررتيها مرارا، يعني لدرجه استفزيتيني حتى انا بهذا اللفظ ديال الاستفزاز. الا مشيت استفدت من رخصه الصيام اللي عندي وانا مسافر ما وصلش لعندك، لا اضمن ردود الفعل ديال الناس اللي حاضرين في تي جي في اللي جالسين حدايا، ما نضمنش ردود الفعل ديالهم كيفاش غتكون. دابا السبب الوحيد اللي خلاك ما تفطرش. نعم مزيان، انا خصني نستافد من الرخصه الشرعيه ديالي ولكن ما قادرش. شنو نمشي ناكل اعزكم الله في طوال دورات المياه؟ راه حرام وحشومه. دابا كاين اللي يقول لك نخدم اجندات السي رافي. اجندات كاع اين اجندات؟ جمع التبرعات وقفه رمضان، انت ضد هذا الامر؟ الا عملتي اللحيه وديتي كتذكر احاديث وكذا غيجي وقت التبرعات غتولي يعني عندك اموال طائله. الموضوع مدونه الاسره، المساله ديال التعصيب. التعصيب هذا غير وارد حتى في شي نص، التعصيب هذا مجرد اجتهاد فقهي تماما غير متواجد. لا غير انا اعتبر بان هذا التعصيب وكانك تعاقب هذا الاب علاش ولد البنات. يمكن كاين اللي كيقول لك يكون واحد زعزعة ديال نص ديني، هذا كيعتبروها مجموعه ديال الشيوخ. ودابا هاد الشيوخ هادو واش كيبان لهم غير الارث؟ هناك العديد من النصوص القطعيه لا تطبق اطلاقا. اهلا بكم ورمضان كريم، ودائما الاختلاف لا يفسد للود قضيه. نطل عليكم من جديد في حلقه من حلقات برنامج توجهات. ضيفنا وضيفكم هو الصحفي بالتلفزيون العمومي والمتابع للشان العام سي ربيع مقلاش. اهلا بك. مرحبا بك سي عبد الرحمن، مرحبا بيا عندكم في البرنامج. كنتمنى هذه الحلقه تدوز بشكل خفيف ظريف على المشاهدين الكرام في هذا الشهر الكريم. شكرا لك وشكرا على قبولك الدعوه. سي ربيع، دائما ومع اقتراب شهر رمضان او خلال شهر رمضان كتخلق الجدل حول موضوع الافطار العلني والغاء الفصل 222 من القانون الجنائي، وكاينه حمله حاليا ديال لا نصوم، الماكله ماشي جريمه. ونبداو النقاش مع موقفك، تفضل سي ربيع. شكرا سي عبد الرحمن. انا كصحفي ومتابع الشأن العام وكمهتم ايضا بالقضايا الحقوقيه ومهتم بالحقوق الاقليات وحقوق الافراد والحريات الفرديه، فارى بان هذا القانون وحنا الان في 2024 ومقبلون في ربما في الاشهر المقبله او يعني عن قريب مقبلون على قانون جديد ديال القانون الجنائي المغربي، على تعديل للقانون الجنائي المغربي. انا ارى بان هذه الماده ديال 222 لم يعد لها اي مكان في هذا القانون نهائيا واطلاقا. غير نعرفوا علاش بعدا؟ علاش؟ لان هناك العديد من الاسباب، يعني الاسباب كثيره ومتعدده. نبداو نقطه نقطه. نعم. سرابع الافطار العلني، ملي كنقولوا الافطار العلني. نعم. واش انت معاه ولا ضد ان واحد يمشي للزنقه ويفطر؟ اولا خصنا نحددوا المصطلح. بالنسبه للافطار، الكل يعرف بان هذا الافطار هذا مصطلح ديني او فقهي ومصطلح قانوني. بالنسبه للشخص المفطر، خلينا من الجانب ديال اللي عنده رخصه، كنهضروا على الشخص اللي كيفطر عنده قناعه معينه. هذا الشخص لا يعتبر الامر افطارا في رمضان لانه غير ملزمين به، هذا كيعتبر راسه ياكل في نهار رمضان كما ياكل في نهار بقيه الايام. ولكن حنا ملي كنهضروا مثلا على اغلبيه ولا احترام خصوصيه ديال واحد البلد اللي هو المغرب، اللي هو بلد مسلم حسب الدستور والقانون والتاريخ وكل شيء، خصو يكون واحد الاحترام. مثلا في الزنقه ما كاين علاش ان شي واحد يخرج للزنقه ويفطر. اين المانع؟ اين المشكل؟ اين الضرر في هذا؟ كيستفز الاخرين، كيستفز المواطنين يمكن. واش هذا هو الفعل الوحيد اللي كيستفز المواطنين في الشارع العام؟ وخصنا نعملوا عليه قانون اللي غادي يمنعوا؟ لا اكيد. الا جينا على هذه بزاف ديال الامور كتستفز، بزاف ديال الامور كتستفز، حتى هي خصها قانون، حتى هي خصها الماده 200 وما نعرف. واضحه. غير هو دابا حاليا حنا نبقاو في الافطار العلني اللي هو موضوعنا. خلينا في الافطار العلني. كاين شهر واحد اللي هو شهر رمضان، شنو المعنى ديال ان واحد يخرج يفطر في الزنقة؟ شنو غادي يربح؟ يقدر يمشي ياكل زعما في دارو. كاينين مثلا محلات كيكونوا حالين مثلا يقدر ياكل فيهم، ما كاينش شكون يمنعو، حيت هو القانون راه كيمنع الافطار العلني، ما كيمنعكش انك تفطر. دابا سي عبد الرحمن، لكي لا نتوه في النقاش،
السبب اللي كيخلي الجمعيات الحقوقيه واللي كيخلي واحد اتجاه كبير كاين في المغرب اللي كيخليه انه يرفض هذه الماده هذه هو اولا واحد القضيه ربما ما كيعرفوهاش الناس هو ان هذا القانون هذا ديال 222 ما عنده حتى شي اصل في الدين. يعني اظن بان الكثير ما غيسمعوا هذه وما غادي تصدموا، ما عنده حتى شي اصل في الدين، لان هذا القانون هو الاصل ديالو هو كان في القانون ديال العقوبات في العهد الحمايه الفرنسي، يعني وضعه ليعطي لاغراض استعماريه، لانه كان واحد المجموعه ديال المعمرين في المغرب هما اللي كانوا مقصودين به، بالتالي هذا هو الاصل ديالو، هذا باش دار هذا القانون. ولكن هذا القانون ما كاينش غير في المغرب بوحده، مثلا في مجموعه ديال الدول العربيه المسلمه كاين قوانين اللي كتعلق بالافطار العلني. ربما، ولكن نحن الان نناقش القانون المغربي 222 موجود في القانون الجنائي المغربي. كنهضروا على سبب النزول ديالو، سبب النزول ديالو ما عنده حتى شي علاقه بالدين نهائيا ومطلقا، لان الا جينا نشوفوا في الدين الاسلامي ما كاين حتى شي حاجه تجرم الافطار العلني نهائيا. واتحدى اي فقيه واي شكون ما كان يجيب لي نص من القران ولا من السنه ولا من الاجماع، يجيب لي نص يعني يجرم جريمة أو يعاقب عقوبة دنيوية المفطرة جهرا في شهر رمضان، لا يوجد. لأنه هو كاين إلا بغيتي كاين نصوص دينية ونصوص من الحديث النبوي الشريف تثبت ما أقول. مثلا كاين شي مثال؟ كاين مثال، من غير أنه كاين الآية الكريمة اللي كتعطي الكفارة للإنسان اللي كيصوم عمدا، كاين كفارة واضحة. ثلاثة الكفارات، صيام شهرين متتابعين، إطعام 60 مسكين، أو لا عتق رقبة. ولكن وشنا كنهضروا على الإفطار العلني ولا الإفطار؟ هذا الإفطار العلني. الإفطار ما غير مذكور حتى الإفطار العلني، الإفطار الإفطار المتعمد فقط، ليس هناك أي ذكر للإفطار العلني. إفطار العلني حتى ربما هذا المصطلح هذا مصطلح طارئ، يعني ما عندوش الأصل في يعني في الشريعة الإسلامية. إلا جينا نشوفوا نرجعوا للأصل. وبالتالي احنا عندنا نص ديني، عندنا نص قرآني كيقول بأنه ها هما الكفارات ديال هذا الشخص إلى فطر خلال شهر رمضان، هل كفارات عنده ثلاثة؟ حنا عندنا نص ثابت ومشينا اجتهدنا. إيه؟ اجتهاد معنا وجود نص، وهذه مسألة غريبة. لا، ولكن القانون كيحاول يخلق واحد التوازن، لأن كاين أغلبية مسلمة. القانون خصو يحمي جميع المكونات المجتمع، هذا هو الدور القانون. القانون هو يضمن الحقوق للجميع، ماشي ديال هذه الفئة ولا ديال هذه الفئة. القانون خصو يضمن الحقوق ديال الشخص اللي كيصوم حاجه طبيعيه، او اي شخص متدين يمارس العبادات ديالو بشكل امن ومطمئن، وكذلك حتى الاشخاص اللي عندهم قناعات ديالهم خاصه، حتى هما من حق القانون خصو يحميهم. لا، هو يحميهم، حنا ما كنقولوش شي واحد يخرج يضربهم ولا يعتدي عليهم او ما شابه. هذا ما يحصل. ولكن لا، ولكن هذا ما اكيد هذا كل شيء او الاغلبيه مثلا يكونوا ضد هذه المساله، ان شي واحد يعتدي على شي واحد مفطر في رمضان او ما شابه. ولكن ماشي ضروري انه يخرج الزنقه ويفطر يقول لك ها انا فاطر، باش يستفز مثلا الشعور او واحد الطبقه مثلا اللي ما كتقدرش مثلا تمشي واحد انه فاطر في الشارع. دابا انت هضرتي لي على الاستفزاز وكررتيها مرارا، يعني استفزيتيني حتى انا بهذه اللفظه ديال الاستفزاز. انا غنعطيك حديث نبوي شريف وغنحسموا هذا الموضوع ديال الاستفزاز نهائيا. تفضل. الحديث يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر في رمضان، فمنا الصائم ومنا المفطر. قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، كانت الصهد، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء، ومنا من يتقي الشمس بيده، يعني اللي يجبر كيفاش كيديرها في الشمس لأن الشمس قوية وحارة. فسقط الصوام، الناس اللي كانوا صايمين مساكن ما قدروش يستحملوا وفطروا، سقطوا طاحوا سخفوا. فسقط الصوام وقام المفطرون فضربوا الأبنية، بنوا الخيام، وسقوا الركاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. بمعنى هاد الناس اللي كانوا غاديين صايمين الشمس أثرت عليهم ما قدروش يكملوا النهار ديالهم، هادوك اللي كانوا فاطرين قدروا أنهم يسقيوا داك الناس ويعتقوهم، واكثر من ذلك ضربوا الخيام، يعني بناوا الخيام فين غادي تضرقهم الشمس. وشنو كان الجواب ديال الرسول؟ ذهب المفطرون بالاجر، يعني ماشي فقط انهم فطروا واستفدوا من الرخصه الشرعيه ديالهم، خداو حتى الاجر.
هنا جوج خلاصات غنستخلصوا من هاد هذا الحديث هذا. الخلاصه الاولى هو انه عندك رخصه شرعيه خصك تستافد منها، لان كاين حديث اخر حتى القانون راه ما كيمنعش ان الناس يعطيو رخصه، غادي يرجعوا القانون انهم يفطروا، غادي يرجعوا القانون، غنرجعوا القانون. هذه يعني تاكيد بان عندك رخصه خصك تستافد منها، لان كاين حديث اخر يقول ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما تؤتى عزائمه. يعني عندك رخصة يفضل أو عندك بحال هادي يعطاها لك الله خصك تاخذها، ما خصكش تردها. مزيان هاد النقطة، غير سمح لي قبل ما لا غير غنكمل لك على الحديث. الخلاصة الثانية أن هاد الأشخاص هادو فطروا قدام النبي، فطروا بشكل علاني. واش قال لهم استفزيتوني؟ بالعكس قال لهم راه خديتوا الأجر. لا يقدر يكون هادوك مديانة أصلا ماشي هي الإسلام. لا حنا نهضروا على المسلمين في القانون 220، أقل مفطرون. شكون اللي غيكون معاهم غير المسلمين؟ راه مجموعة من المسلمين غادي في غزوة ولا غادي في أمر ما. هذا حديث صحيح بدا السيرة؟ حديث صحيح عن صحيح البخاري. جميل. غير بالمناسبة على ذكرك الرخصة، انت جيتينا من مدينة طنجة إلى مدينة الرباط. نعم. ما عرفتكش واش جيتي فاطر ولا صايم. عموما أنا عندي رخصة ديال الإفطار. ولكن كيفاش غنفطر؟ في نظرك بحال ابو سماعات مثلا ربما الا مشيت استفدت من رخصه الصيام اللي عندي وانا مسافر، ما وصلش لعندك، ما وصلش لعندك زعما، ما وصلش. يا اما غتلقاني في ما نعرف هجموا عليا، يا اما تلقاني في كوميساريا. لا ماشي بالضروري السير، وسير انت في السير وجبد الورقه ديال تي جي في انني مسافر ودخل في واحد المتاهات قانونيه. انت تقدر انك تفطر مثلا في مقهى قبل ما تخرج من دارك. لا قبل ما تخرج من دارك مثلا ولا لكن انا مزروب خرجت من الدار وخصني نستافد من الرخصه الشرعيه ديالي في الافطار، فين غادي نفطر؟ مقاهي كلشي مطرق. تقدر تاخذ شي حاجه معاك فين غناكل؟ لا تاكل في ترونسبور مثلا وانت جاي تي جي في. ما لا اضمن ردود الفعل ديال الناس اللي حاضرين في تي جي في اللي جالسين حدايا، ما نضمنش ردود الفعل ديالهم كيفاش غتكون. دابا هو السبب الوحيد اللي خلاك ما تفطرش. نعم مزيان، انا خصني نستافد من الرخصه الشرعيه ديالي ولكن ما قادرش. شنو نمشي ناكل اعزكم الله في طواليت دورات المياه؟ راه حرام وحشومه كاع. وبالتالي فانا قلت لك الا بغيت نستافد من الرخصه الشرعيه ديالي ما غاديش نوصل لعندك اسف. حيت كاين هذه المساله ديال الافطار العلني. سي بن كيران كيقول حتى واحد ما كيمنعش شي حد يفطر، غير هو الهدف ديال شي واحدين هو تحطيم قدسيه الصيام. ولكن حنايا كنهضروا على الفضاء العام، ما كنهضروش على حنا كنهضروا على الفضاء العام، على الدار حتى ما كنهضروش عليها، دارك ولا المكان المغلق ما كنهضروش عليه، كنهضروا على الفضاء العام. الفضاء العام اللي هو ملك للجميع، ماشي ملك لهذه الفئه ولا هذه الفئه، ملك المغاربه، ولكن المواطن المغربي باختلافاته واختلاف انتماءاته ومعتقداته وكل شيء. ولكن الصراع راك انت عارف بكل تاكيد ان الدين، الثقافه، التاريخ كيلعبوا، الثقافه كيلعبوا واحد الدور مهم في التكوين المجتمعي. الصيام حنا زعما بين قوسين المغرب اعتباره بلد مسلم، ثقافيا الناس ما كيفطروش فيه، وبزاف الحاجات زعما ما تصير غير انك تخرج الشارع تفطر. شنو تربح زعما؟ انا باقي بغيت نعرف شنو الهدف ديال المفطر علنا في رمضان. شخص عنده رخصه شرعيه، مريض، مسافر، كيفاش غيفطر؟ يقدر ما فطرش في الزنقه وما عندوش حتى كيفاش يفطر. واحد الشخص عنده مرض سكري باغي ياكل باش يشرب الدواء، كيفاش غيعمل؟ ما كاين مطعم، ما كاين قهوه، ما كاين حتى حاجه، كيفاش غيفطر؟ كيكونوا بعض المطاعم محليه. هو سير قنعو انت مريض انك خصك تاكل. صعب جدا امام وجود هذا القانون. هذا القانون خصنا نرجعوا للاصل ديال الامور، انه ما عنده حتى شي علاقه في الدين، ما عنده حتى علاقه بالدين. حنا كنهضروا الان في الصيام اللي هو شعيره دينيه، اذا الضابط خصو يكون ديني، ولكن حنا كنشوفوا انه اللي كيمنع الصيام العلني مجرد عادات وتقاليد ما عندها حتى علاقه بالدين. وعادات وتقاليد للاسف ما في غير محلها، وضد الحريات العامه، وضد المواثيق الدوليه اللي صادق عليها المغرب، هي حقوق الانسان. اذا هذا امر ولكن يعني غير اللي كنهضروا على الحريات العامه. نعم حتى الافطار العلني في بعض الحالات يقدر يكون تعدي على الحريات ديال مجموعه ديال المغاربه مثلا اللي صايمين. لا ما
هذه أمر أنا شخصياً لا أفهمه، كيفاش أنا غادي نتعدى على الحرية شخص آخر هو صايم وأنا كناكل؟ هاد الشخص هذا إلا كان عايش في دولة أخرى أجنبية ما كيعتبرش الناس اللي تما كيعتبروا على حريته؟ لا لا، على هذا المسألة ديال التاريخ والثقافة، حنا دابا كنقدروا أننا نحترموا مثلاً دول غربية أوروبية أو أمريكية، ما كنقدروش نحترموا مثلاً الخصوصية ديال الدول العربية الإسلامية. هذا هو السؤال مثلا المطروح، يعني الخصوصيه ماذا يقصد بها هؤلاء اللي كيدافعوا على هذا؟ كنهضروا على الدين، التاريخ، الثقافه، ولكن الدين ما فيهش هذا الشيء. وهذا هو اللي بغيت نوصل، ان الدين ما فيهش هذا. لا الدين فيه، لان العقوبات التي يفرضها القانون. الدين كاين واحد الشهر مقدس، كاين واحد شعيره دينيه وفريضه اللي هي الصيام ومهمه بين قوسين. دونك خصنا على الاقل مهمه بين قوسين، ولكن ليست اهم من الصلاه، ليست اهم من الزكاه، هي مركن من اركان الاسلام الخمس طبعا، بحال بقيه الاركان. ولكن حنايا العرف الاجتماعي كنعطيوها اهميه اكثر من هذا امر ربما غيهضروا فيه الناس المختصين في الشريعه وفي الفقه، ولكن هذا امر واضح. لما قلتي لي قبيله الاستفزاز، علاش يعني الشخص اللي ما كيصليش علاش ما كيستفزش الناس؟ لماذا لا يستفز؟ انت كتصلي الجمعه، واحد جالس حدا القهوه اللي حدا المسجد كيتقهوى مع راسو ويكمي في السيجاره ديالو، ما ولا نحس باي استفزاز، علما انه دينيا نفس الشيء. تارك الصلاه ربما يعني كاين بعض الفقهاء اخرجوه من المله، بينما المفطر مجرد خصو من كفاره بينه وبين خالقه فقط. جينا احنا فيما بعد ابتكرنا واجتهدنا مع وجود نص، اجتهدنا خرجنا قانون، داك القانون خلقنا اعرف وحلنا في النهايه، وهذا الشيء اللي وصلنا له الان. الحلول في نظرك القانونيه مثلا؟ قانون باين، القانون ما خصوش يبقى، ولكن قبل ذلك ما يمكنش نحيدوا قانون وما نهيئوش الراي العام، ما نهيئوش المجتمع، لان احنا عندنا مجتمع باقي ما متشبعش بزاف يعني بالثقافه ديال حقوق الانسان وبالحريات الفرديه وبالاختلافات. هذه امور، هذا هو شخصهم يشتغلوا عليه الناس اللي يعني المنظمات الحقوقيه. عاد يعني القانون خصو يكون واحد التمهيد، خصو يكون عنده واحد تكون واحد التجهيز دابا حاليا ديال المواطنين. كما طبعا يقول طبعا خصك تمهد المواطنين. دابا كاين اللي يقول لك خدم اجندات السي رافي. اجندات كاع اين اجندات؟ لا كتحاول انك تبدل الافكار ديال المغاربه. لا بالعكس، كاين بزاف المغاربه عندهم نفس التفكير، كاين بزاف. ما هذا يعني هذه توعيه، هذا السير الى الامام. يعني لما كتوعي الناس بالحقوق ديالهم، اظن ان ما كاينش شي واحد اللي يقول لك هاك حقك، هو حقك خصك تشوفه، هو يعني كيبغي لك الخير. وهذا راه عمل خص الناس يعني يوعوا به، وعمل في صالح ديال المجتمع ككل. وخصهم يعرفوا بانه حتى نفترض مثلا في القانون الجنائي المقبل تحذفات هذه الماده، اكيد ما يكونش داك الشيء، داك التصور الكاريكاتوري اللي كيتسحب له الناس، غيبقاو كلشي كياكل كلشي كذا، ولا غيجي حدا شي واحد صائم ويجلس تفز، لا كلشي غيمارس حياته عادي. على الاقل غتلقى المقاهي مفتوحه والمطاعم مفتوحه والناس غيدخلوا. دابا حاليا راه كاينين بعض المقاهي والمطاعم كتكون مفتوحه، ولكن غالبا غيجي لعندهم شخص ما يبغيوش يسربي، وغيقولوا له راه خصك تكون اجنبي، ولا وريهم الباسبور ولا شيء من هذا القبيل. الدستور ديال 2011 كان دستورا متطورا، ولكن للاسف القوانين المحيطه باقي لم ترقى الى مستوى تطور هذا الدستور، ومنها القانون الجنائي المغربي. المواد عندنا خلاف بزاف، يعني مواد اخرى كثيره يعني تخالف حقوق الانسان ومنها، ولكن احنا الان في شهر رمضان مناسبه باش نجبدوا الموضوع ديال الافطار العلني والمدى 222. شي إضافة أخرى السي ربيع في هذا الصدد قبل ما نغلقوا هذا القوس؟ وكنتمنى فقط كنتمنى أنه الإسلام دين تسامح ودين تعايش ودين تآخي، وشهر رمضان هو شهر ديال الروحانيات. يعني الإنسان ربما إلا تشبع بهذه المبادئ هادو أكيد ما غيكون عنده حتى شي مشكل مع الشخص اللي كيختلف معاه في المعتقد. فكرة واضحة. حاليا ننتقلوا لموضوع آخر. انتقلوا مرحبا. اللي هو جمع التبرعات وقفة رمضان. انت ضد هذا الامر، واللي عنده شي لحيه بالخصوص كتعتبره مستغل، وكاين اللي وصفك حتى بالعنصري، شنو تعليقك السي ربيع؟ انا اعتبر بان المجتمع المغربي للاسف فيه واحد النسبه كبيره ديال الاميه،
وإلا ما كانت أمية كاين جهل، وهذا الجهل يسهل أنك تستغل الناس في أمور مثل هذه. وأنه غنجي أنا مثلا أنا كربيع أو تجي أنت كعبد الرحمن غتجي تستعطف الناس وتعمل فيديو وتقول لهم عافاكم خصنا تبرعات وهذا ما غيجيك والو، ولكن إلا عملتي اللحية وديتي كتذكر أحاديث وكذا غيجي وقت تبرعات غتولي يعني عندك أموال طائلة في جعباتك وفي حسابك البنكي. ولكن في الناس باقي ما عندهمش وعي وباقي ما كيقدروش ما عندهمش حصانة ولا ما عندهمش مناعة ضد الخطاب الديني المزيف. هذا هو المشكل. ولكن شحال من مرة كتكون مثلا كطيح في أخطاء الصرابع في المنشورات ديالك؟ بحالاش نعطيك بحالاش. المشكل ماشي أنه يتنابز بالألقاب شغلهم هذاك، ولكن ضرب الظالمين الظالمين. المشكل هو أنه بفضل جيوب المحسنين تحول من شابين مقحط إلى شيخين شيوخ الرانج يعطينا الموعظة خلف المقود. ما يشبت هذا المعلومات الصرابع؟ والمعلومة هذه باينة. كيفاش باينة؟ باينة إلى رجعنا الفيديوهات ديالو الأولى، يعني كان شخص يعني شفته بالعين مجرد أنا يعني شخص بينما يعني مستوى الاجتماعي كان متواضع. الآن السيد ولا عنده يعني كيعمل لايفات مسيارة فاخرة ولا لا، ولكن كيعمل لايف مسيارة فاخرة ديالو توحي بأنه شخص أصبح من الناس الميسورين. لا توحي بين لا حد من لا واش بين كيعطينا شي صوره ولا شي حقيقيه واش توحي ولا بين حتى يقدر يكون ركب شي سياره ديال صديق ديالو او ما شابه. كان عليه حيد هاد الشبهه وما يتصورش في السياره. لا ولكن تعطيت لنا بحال واحد المعلومه قطعيه. هادو مؤثرين حنا كنحاسبهم على حسب داكشي اللي كيبينوا حسب الصوره اللي كيعطيونا حنا ما عايشينش. لا ولكن انت نعطي شي حكم. كان شاب مقحط الى شيخ من شيوخ الرانج. دابا هنا وراء الرانج دابا انت او دلاله ترى عنده الفلوس. انا ماشي كنقصد الرانج كسياره ولكن كنقصد عنده سياره بين المظهر ديال الداخل سياره فاخره. انا والله انا والله ما بانت ليا لا سياره فاخره كتبان سياره فاخره على الاقل تكون سياره دبليو في جديده. انا اللي عارف ان الشيخ صار انا ضده في افكاره يمكن وفي مجموعه الحاجات ما عندوش سياره تماما. باش كيتحرك باش كيتحرك في وسائل النقل ما عرفش زعما حتى انا زعما لا اعرفه شخصيا او ما شابه. عندوش كاع سياره عموما. هذا الشخص كيمثل واحد المجموعه ديال الاشخاص اللي بنفس الشكيله ديالو اللي كيستغلوا الخطاب الديني باش ياخذوا الاحسان العمومي بدون وجه حق. دابا انت سي ربيع كتعطي احكام. نمشيو نقطه بنقطه. دابا انت كتعطي احكام. قلتي كيستغلوا. كيستغل. كيف ذلك؟ كيستغل لانه كيستغل الدين. كيستغل الدين. لا واش كيستغل الدين واش كيستغل المحسنين باش نعرف. كيستغل المحسنين عن من خلال الدين. دونك من خلال الخطاب الديني وعلما انه ما عنده حتى شي تكوين. شنو كتقصد بانه كيستغل المحسنين؟ واش كيستغل الفلوس مثلا؟ كتستغل العاطفه ديالو. لانك فاش غتجي واحد الشخص محسن غتدخل له بالدين راه غادي كتدغدغ له العواطف ديالو وكتقدر يعطيك اللي بغى. لا وشفنا حاله ديال واحد الشيخ بلا ما نذكروا الاسم ديالو ولكن ما نعموش. نعم انا معاك ولكن شنو اللي غادي يمنع انني ما نعممش يعني لا. لان ما شفت شي حاجه مخالفه للاخرين. لا ولكن الخطوه المواليه ها هو اخذ الفلوس من عند محسن يعني ها هو استغل الدين باش يجيب داك الفلوس. شنو كيدير بداك الفلوس؟ انا معاك سيدي. هذا سؤال. شنو كيدير بداك الفلوس؟ شنو كيدير بداك الفلوس؟ ما عارفينش. لا نسعطيتي احكام اعتبرتيه خصو يكشف حسب القانون. خصو يكشف للناس يعطي الكشف ديال داك الفلوس فين مشاو وشحال جمع بعدا اصلا حسب ما ينص عليه القانون. وراه كاين قانون خرج في 2023 رقم 1818 قانون ديال يعني يؤطر هذه العمليه يؤطرها من البدايه للنهايه. واهم شيء فيه هو انه خص يكون هناك حساب بنكي وأن يحق لكل متبرع الاطلاع على الجهة المرخص لها بجمع التبرعات على حصيلة عمليات جمع التبرعات من العموم والتأكد من إنفاقها في الأغراض المخصصة لها بأية وسيلة من وسائل متاحة. وكاين عندنا فيديوهات كيفرق على الناس ولكن خصنا الدليل خصنا الأرقام. واش داك الفلوس اللي كيدخلوا للبنكة واش كيمشيو 100% للإحسان؟ دابا المشكل اللي كاين في الدليل. نعم ودجا مثلا ننشر هو الدليل وقال لك فوالا ها كشف الحساب ها الفلوس فين كيمشيو واش غادي تبدل الفكره ديال ربيع مقلاش؟
تبدل الفكره ديالي، ولكن انا مأكد ما يعطيش دليل، لان حتى شي واحد من سابقيه ما عطاو الدليل، لان اللي كيجمع الاحسان العمومي في الانترنت راه مليون في الميه ما عندوش رخصه. فكره واضحه سي ربيع مقلاش، نسدوا هذه النقطه وندوزوا مباشره لموضوع مدونه الاسره اللي خلق كذلك واحد النقاش واحد الجدل كبير مؤخرا بخصوص التجديد اللي غادي يكون فيه، مساله اقتسام الثروه، مرورا لمساله الولايه الشرعيه، مرورا الى مساله مساواه في الارث. نعم. والتعصيب كذلك. التعصيب. نبداو، شنو الموقف ديالك من المساواه والتعصيب سي ربيع مقلاش؟ والموقف ديالي هو منسجم على المواقف السابقه، حتى الموقف اللي هضرت عليه في البدايه على القانون 222، الموقف ديالي منسجم. انا اعتبر بان المبدا هو المساواه، ان المبدا هو الحقوق، يعني الحقوق الانسان الكونيه. يعني هذا المبدا ديالها يعني مبنيه على المساواه ما بين كافه الافراد ديال المجتمع وكافه الانسانيه جمعاء. ولكن كاين اللي كيقول على ان مثلا الارث من مرجعيه دينيه يحقق العدل، هو لا يحقق، يمكن ما يكونش كيحقق المساواه ولكنه يحقق العدل، والعدل اكيد اسمى من المساواه. ويحقق العدل ربما يعني في 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 مجتمع ما كان يحقق العدل، اما الان تغيرت الامور، الان تغيرت الامور بشكل مختلف اطلاقا على الوقت اللي الفقه الاسلامي حدد هاد الشروط هذه وهاد النسب ديال الارث الى اخره. يعني حنا الان في مجتمع اخر، في الوقت ذاك الوقت كان مجتمع يعني فالرجل هو المركز، والمركز ديال القبيله، والمركز ديال المجتمع ديال الاسره. الان كل شيء تغير، لذلك الامور كتفرض علينا اننا نسيروا العصر ونواكبوه بقوانين كتواكب هذه التغيرات، وكتحترم ايضا المواثيق الدوليه اللي يصنع عليها المغرب. وهنا اكيد كتقصد التجديد في هذه النصوص مثلا. ضروري. ولكن العديد من الشيوخ كيقولوا لان هذوما نصوص قطعيه لا نقاش فيها. ولكن لما هما كيقولوا نصوص قطعيه لا نقاش فيها ما كيعطيوناش الحلول، هذا هو الاشكال. شنو هما الحلول مثلا اللي يكونوا؟ ما كايناش مساواه. هما كشيوخ دابا هما اللي كيتبناو النص، يعني على المدعي البينه هما اللي كيتبناو هاد النصوص، وبالتالي هو اللي خصو يعطيني الحل. اما الحلول القانونيه راه سهله سهله، يعني ما كاينش شي زعما شي اشكال كبير اننا غادي شي صعوبه كبيره باش نبتكروا قانون عادل فيما يخص الارث. ولكن عندنا القانون او عندنا المواد اللي هي مستنبطه من الشريعه الاسلاميه، اللي كانت يعني كانت في فتره من التاريخ ديال الاسلام. الان تغيرت الامور، الان كاين متغيرات كثيره، وبالتالي خصنا المواكبه. هاد الشيوخ هادو اللي كيقولوا نصوص قطعيه خصهم يجتهدوا، ولو انه كيقول لك نص قطعي، ولكن نص قطعي راه داك الفقهاء بداك الوقت اجتهدوا في نصوص قطعيه. حنا خصنا هاد الفقهاء يجتهدوا لنا ويلقاونا حلول. مرحبا بهم كفاعلين، ولكن يعطيونا حلول، ما يخليوش الامور جامده. ولكن ما يقوليش نص قطعي ويمشي بحال. لا، بالنسبه لي نص قطعي ها شنو كاين، ها كيفاش خصنا نتعامل. ايوا هذيك القضايا اللي في المحكمه شنو غنعملوا معاهم؟ اين قضايا ديال التعصيب خصوصا مثلا ديال التعصيب؟ قضايا رائجه في المحاكم واكثر من ذلك، ماشي قضايا رائجه في المحاكم، ولكن العديد من الاباء اللي عندهم فقط البنات كيديروا التحايل على هذا على قضيه التعصيب، وكيمشيو ويقولوا مباشره الهبه او لا يعملوا طرق قانونيه تحايليه. اذا مادام كنتحايلوا على هذا القانون الا ما بقاش صالح، ما مخلينه حيت هو قانون مقدس، ما عنده حتى شي علاقه بالقانون. القانون خصو يحل المشاكل ديال المجتمع. هذا كاين حاليا المساله ديال التعصيب، واللي كيكون مثلا داك المساله ديال لا وصيه لوارث. هذه من المسائل اللي خصها تزول مثلا. انا اظن بان هذه هي باب الاجتهاد، والباب اللي خصهم هاد الفقهاء وهاد المشايخ يعطيونا حل من خلال الوصيه، انه ممكن للشخص انه يعمل وصيه ويكتب فيها اللي بغى، لانه هو صاحب المال، هو اللي عارف الناس اللي كيستحقوا اللي ما كيستحقوش، وهو اللي عارف بان الثروه ديال الاسره خصها تبقى في وسط الاسره، وبالتالي غتحلنا بزاف ديال المشاكل، منها المشاكل ديال المشكله ديال المناصفه ما بين الرجل والمراه في الارث. يعني غيكون اختيار، كما هذا النموذج هذا كاين بزاف ديال الدول العربيه. يقدر يكون حتى تلاعب السي ربيع مقلاش. لا ما يكونش تلاعب، اعطي الاختيار للناس، اعطيهم يا اما الوصيه، يا اما يدير اختيار الوصيه، يا اما يدير الحل الشرعي. هذاك غيبقى اختيار، ولكن ما تفرضش على جميع المجتمع كله انه
يختار واحد النمط معين ديال الارث اللي هو اثبت حاليا بانه فيه مشاكل بزاف وانه قضايا كثيره في المحكمه. فيما يخص التعصيب، التعصيب هذا غير وارد حتى في شي نص، التعصيب هذا مجرد اجتهاد فقهي تماما غير متواجد، ما كاينش، لا وجود للتعصيب، ما كاينش نص يتحدث عن اجتهاد في الحديث في القران. نعم، ما كاينش في الحديث، ما كاينش، كاين تاويلات، كاين تاويلات ديال الشيوخ وديال الفقهاء، ولكن ما كاينش نص صريح ونص قطعي ديال التعصيب ديال الاب اللي خلى البنات انه غيدخل واحد اقرب ذكر من جهه الاب، يعني الخاه ولا الابناء ديال العمومه الى اخره. انا اعتبر بان هذا التعصيب وكانك تعاقب هذا الاب علاش ولد البنات، بحال اللي كتعاقبه علاش يولد غير البنات، هو داك الشيء اللي عطى الله، ما عنده حتى شي معنى. ولكن كاين اللي كيقول لك اننا غادي مثلا ملي غادي يكون هذا الجديد بهذه الطريقه ديال الارث، وخصوصا ملي كنهضروا على المساواه، فلان يدي النص فلان يدي النص، غادي يكون واحد زعزعه ديال نص ديني، هذا كيعتبروها مجموعه ديال الشيوخ. ودابا هاد الشيوخ هادو واش كيبان لهم غير الارث؟ هناك العديد من النصوص القطعيه لا تطبق اطلاقا. ما على سبيل المثال السارق لا تقطع يده، ما يصطلح عليه في الـ الزاني في العقيد في الشريعه الاسلاميه. لا حنا عندنا عقوبه مدنيه، عقوبات سجنيه، عقوبات حبسيه، واش كاين الجلد، كاين الرجم، ما كاين حتى حاجه، كاين حد الرده، ما كاينش. وهذه هذه فيها نصوص قطعيه حتى واحد ما كيهضر عليها. اذا علاش متشبثين فقط بالنص القطعي ديال، لان هناك يعني كاين واحد الافكار يعني ديال داك الحركات الاسلاميه اللي كتشجع، لان الامر عنده علاقه بالفلوس، عنده علاقه بالثروه. لا هو دائما خصها تكون في يد الرجل. لا ولكن هي ماشي دائما في يد الرجل في الارث، ماشي دائما في يد الرجل تقريبا. لا ماشي تقريبا، كاين مجموعه الحالات، كاين حالات كتورث المراه اكثر من الراجل، كاين حالات كتورث الراجل كيورث بحال المراه، وكاين العكس. هذه جمله من المغالطات، كيقول لك كاين العدد اللي الحالات اللي ترث فيها المراه اكثر من الرجل هو اكثر من الحالات التي يرث فيها الرجل اكثر من المراه. وإلا جينا نشوفوا ذاك الحالات التي ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، غنلقاو لك الرجل أصلا ما خصوش يورث فيها، ومن جملتها التعصيب. ما كانش ما خصوش يكون أصلا ذاك الرجل باش يدخل، ما خصوش يكون نهائيا باش ندخلوا حنا في الحساب ونزيدوه مع المرأة ونعملوا هذه المقارنات. هذيك الحالات الرجل ما كانش خصو يدخل فيهم أصلا. أما الحالة يعني النص الكبير والنص الاوضح والنص القطعي هو اللي الذكر مثل حد الانثيين، هذا هو النص القطعي. هذا هو اللي كيشدوا فيه، هو النص الوحيد اللي كيشدوا فيه. ولكن انا قلت لك هو نص قطعي، ولكن هناك قانون نصوص قطعيه ما كنطبقوهاش. يعني الشيوخ خصهم يجاوبونا علاش ما كنطبقوهاش، لان ما بقاش العصر ديالها، انتهى عهدها، كانت في واحد الوقت واجتهدوا اجتهد المشرع واجتهدوا الناس القانون وخرجوا لنا قوانين تواكب العصر، قوانين فيها عقوبات حبسيه صافي. إذا نفس الشيء، علاش حنا متشبتين بهذا القانون؟ لأن فيه الأمر يتعلق بالثروة، يتعلق بتملك الرجل للأموال ديال العائلة، إذا الأمر ما عندوش علاقة بالدين، أنا مؤكد. يعني أتحدى الشيوخ هذو، أنا مؤكد بأن الأمر ما عندوش علاقة بالدين، هذيك مجرد حرص ديالهم أن السلطة والفلوس دائما يبقوا في اليد ديال الرجل اللي هو في ذاك الوقت، في ذاك الوقت اللي كان باقي المجتمع قبلي كان هو المركز ديال القبيلة. دابا حاليا لا، دابا حاليا تبدلت الوقت وخصو واحد التطور كما نسميه جديد. وما كاينش قانون غيبقى 1000 سنه، القوانين راه كتبدل، القوانين راه كتواكب، ما بقاوش عايشين حنا بقانون وقانون يعني يثير المشاكل، يثير القضايا في المحاكم. انا كتقصد النص الديني. النص الديني انا كنهضر على القانون. الا هو مستقى من النص الديني انا هضرت على القانون. لا هو القانون انا كنهضر على المدونه ديال الاسره اللي كاينه. بالخصوص موضوع الارث اللي كاين في القانون كاين واللي كاين منبثق من القران، ولكن علاش اجتهدوا في النصوص الاخرى ولم يجتهدوا في الارث؟ هذا هو السؤال، علاش اجتهدوا في الاحكام الاخرى ولم في العقوبات الاخرى ولم يجتهدوا في الارث؟ هذا خص السؤال يجاوبوا عليه الفقهاء. لا حتى الارث يمكن يكون واحد المساله جماعيه،
يعني مجموعة الناس اللي كتدخلوا في ذاك المسألة، ماشي بحال مثلا المسألة ديال الزنا أو مسائل أخرى، حاجات فردية مثلا نقدر نعاقب، نجي غادي نعاقب. نصوص قطعية، نصوص قطعية في الدرجة ديال القطعية ديالها إن صح التعبير، بحال ديال الإرث. ديال الإرث ما كاينش فرق، ما كاينش فرق. أطبق هذه، خصك تطبق هذه. وأنا كنقول لهاد الشيوخ هادو، رجع لي ذاك المجتمع اللي كان في ذاك الوقت، رجعوا هاد القوانين. المجتمع راه غادي لقدام صافي، خصنا دونك نغيروا القانون يواكب المجتمع ويواكب العصر. فكره واضحه السي ربيع مقلاش. سؤال اخير اللي هو الاعمال الرمضانيه، والسؤال واش حتى انت الناس او المتابعين اللي كيقولوا اش هاد الحموضه اللي كاينه في التلفازه؟ بالنسبه للاعمال الرمضانيه، طبعا هو مبكر جدا اننا نعطيو لها احكام، ولكن كاين بعض الاعمال تقدر تحكم عليها من الوهله الاولى. يعني هذه الحموضه هذه كتبان احيانا من الوهله الاولى. فعلا فعلا انا من الناس اللي كنقول هذا الكلام هذا في رمضان وقبل رمضان وبعد رمضان، ولكن رمضان ترتفع نسبه الحموضه بين قوسين، ترتفع بزاف في شهر رمضان، لان الاعمال يعني يتم انتاجها بشكل متسارع وبسرعه وكتكون مرتبكه، والغياب ديال النص والغياب ديال بزاف ديال الشروط ديال العمل والانتاج، وبالتالي كتشوفوا اعمال ما كتعرفش شنو غتسميها اصلا، شنو هذيك، واش دراما ولا كوميديا ولا مسلسل، ما دخل حتى في شي خانه ولا شي جنس فني. ما كاينش شي عمل درامي اللي عجبك او اللي ثار الانتباه ديالك على الاقل، باعتبار باقي حنا يلا في البدايه ديال رمضان؟ هي فاش اتفقنا انا وياك كنا نعملوا حلقه، عطيتيني فكره على المحاور من ضمنها الاعمال الرمضانيه، واضطريتني انني نشوف بعض الاعمال، وخصوصا الاعمال المغربيه، لانه كاين هناك اعمال ديال اجنبيه يعني تستحق حتى هي المشاهده. شاهدت واحد المسلسل في القناه الاولى ديال دار النساء، شاهدت حلقات منه، نوعا ما نقدر نقول لك بين قوسين قابل للمشاهده. قابل للمشاهده، قابل للمشاهده، فيه امور ايجابيه وفيه سلبيات كثيره. وبالنسبه للسيت كومات؟ سيت كومات لا، لا اشاهده، لا اشاهده صراحه. ما يعني ما يمكنش نعطي، قدر هذا العمل مثلا دار النساء مسلسل قدر تحكم عليه، قدر تعطي حكم، ولكن تعطيني عمل ما مشوه، ما عنده تهويه، يعني مسخ، ما عنديش كيفاش، ما عنديش منين نبدا. مجرد واحد مجموعه الممثلين كيأديو ادوار حدا الكاميرا ما غير متناسقه، ما كاينش حوار، ما كاين نص، ما كاين اخراج، ما كاين والو. دونك وهذا العام لافونتاج اللي كاين اننا تهنينا من الكاميرا الخفيه. نعم، غير هي كاينه في واحد القناه خاصه. نعم كاين في واحد القناه خاصة، ويعني الكاميرا الخفية دابا هو كمفهوم أو ككونسيبت تم تجاوزه، يعني ما بقاش أصلا، يعني في جميع الدول ما بقاوش لي كونسيبت تبدلوا الآن. حتى هذا الكونسيبت ديال هذا البرنامج اللي شفناه تا هو بدا يعني يتقادم، المفترض هذاك الضحية ديال الكاميرا الخفية عارف راسه أنه في كاميرا خفية، الجمهور عارف والمشاهد عارف وكل شيء عارف، إذا كيبقى عمل ما دونك هنا نقدروا نوجهوا اللوم حتى المشاهد. نعم، حيت هو اللي كيتفرج داك الاعمال. نعم، هو اللي يكون سبب انهم يطلعوا طوندونس ني في الارقام او في الاحصائيات. المشاهدين اللي كيكثروا علينا بانتقادات وحامض حامض حامض حامض، وفي نهايه المطاف هما اللي كيتفرجوا، هما الجمهور، هما اللي كيخليوا القنوات تزيد تنتج هذا الشيء هذا، لان كاين حاجه ولا كاين داك المصطلح المصري ديال الجمهور عاوز كذا. وكاين حتى واحد الظاهره ديال الولوج المؤثرين. نعم، ديال التمثيل. مجال التمثيل، هذه المسألة واش كتشوفها أنت صحية؟ وحقيقة بأن التمثيل هو مهنة. التمثيل هو مهنة شأنها شأن بقية المهن. يعني مهنة لما كنقولوا مهنة يعني عندها قواعد ديالها، واحد المسار معين. لا يعني أنك كتعرف تتحرك أمام الهاتف والشاشة ديال الهاتف وكدير حركات بهلوانية، ولا كتوري داك الشيء لصحابك كيعجبهم داك الشيء، أولا كتوري داك الشيء كتنشره وكيحصد مشاهدات. لا يعني أنك
لما تكون في بلاطو ديال التصوير وامام مخرج وامام طاقم فني غادي تكون وهادشي اثبته الواقع. يعني بزاف ديال المؤثرين ما منشحوش انهم يكونوا في التمثيل. صعب صعب لان ديك مهنه اخرى ما عندهاش علاقه بداكشي ديال اللي كنشوفوه في منتشر الافلام القصيره وداكشي ديال المقاطع ما عنده حتى شي علاقه. ومزيان اللي قلتي مهنه حيت كاين اللي كيعتبر اليوم حتى هاد التاثير او صناعه المحتوى هو اصبح مهنه. وحقيقة هي في إطار أن تصبح مهنة. يعني خصنا تقنين. نورمال مخصة تقنين وخصنا خصنا نعطيوها قواعد ونعطيوها يكون واحد جانب نظري عندها. يعني هي المهن كلها بدات هكذا. يعني ماشي كان المهن كانت فجأة كنصبحوا كنقولوا خصنا المهنة. لا المهنة كتجي ديما بالتدريج. شأنها يعني الطيب أي مهنة جات بشوية بشوية. خصنا هاد المهن خصها تقنن. وخص هاد اللي كيسميو راسهم مؤثرين خصهم يتكونوا خصهم واحد التكوين لان شئنا ام ابينا هذاك المؤثر كيشوفوه الناس وكيعتبروه قدوه خصوصا واحد الفئه من الجمهور اللي ما تقدرش تميز. بالضبط. دونك هنا نقدروا كذلك نطرحوا المساله ديال الجمهور حتى هو عليه واحد اللوم. حيت في اخر المطاف انت هو اللي كرييتي ذاك المؤثر ولكن هذا الجمهور شكون اللي خلق له عاوتاني هذا الذوق. حتى الذوق او كاين جهات يعني هي اللي يعني كتاثر الجمهور اللي كتخلق ذوق عام. الذوق العام هو مسؤوليه ديال النخبه ديال المجتمع. مسؤوليه ديال الاعلام وفاعلين في الميدان الفني في السينما الى اخره. لما كتبقى تكثر من الاعمال بين قوسين الحامضه اذا مستوى الذوق كيهبط. اذا كثرتي من الاعمال اللي هي عندها مستوى عالي مستوى ديال الذوق كيرتفع. اذا في نهايه المطاف راه المسؤولين على هذه الاعمال مسؤولين على القطاع الفني والثقافي خصهم يخدموا على هذه المساله ديال الارتقاء بالذوق العام ديال المواطنين. خصهم يرقيو بالذوق على الاقل في هذا الزخم ديال الاعمال الرمضانية نشوفوا شي عمل فني في المستوى. للاسف ما كنشوفوش. والادهى من ذلك دابا حنايا الحمد لله في هذا العصر هذا عندنا مجال المقارنه كنقارنوا مع كاين بزاف المنصات كتعرض افلام كاين قنوات اخرى كاين اليوتيوب كاين كنشوف كنقارنوا كنشوفوا الاعمال المغربيه فقيره فقيره من حيث الانتاج ما كاينش الفلوس. لا ولكن كاين اليوم مثلا اعمال في قنوات خاصه اللي كيكون كتكون ولكن ديك القنوات الخاصه ماشي مغربيه اكيد عندها تمويل ماشي مغربي ولكن كنهضروا على الانتاج المغربي. إذا قارناه مع الدول الأخرى دول يعني في دول عربية مصر إلى آخره يعني ميزانية ضئيلة جدا وبالتالي كنشاهدوا أعمال فقيرة عوض ما نشوفوا مثلا مسلسل ولا فيلم فيه بصمة ديال الممثل ولا فيه بصمة ديال المخرج ولا فيه بصمة كاتب السيناريو كنلقاو بصمة ديال المنتج. يعني من خلال أنه حتى هو الجانب المادي ولكن كاين تطور في الدراما المغربية اليوم كاين تطور التطور اللي نقدروا نلاحظوا هو تطور تقني من ناحيه جوده الصوره من ناحيه الاخراج ولكن داك الشيء راه متاح للجميع. يعني ماشي ما نقولوش هذا انجاز ديال الدراما المغربيه. المشكل الكبير والمشكل العويص ديال الدراما المغربيه هو النص هو السيناريو وهذا الشيء كنشوفوه بالعين المجرده لا في السينما لا في التلفزيون. جميع الاعمال تتشابه نفس المواضيع يتم تكرارها ويتم اجترارها كاين تقليد في واحد العمل رمضاني كاين حاليا كيقارنوا بواحد العمل على ما اظن امريكي واحد العمل درامي نفس اللقطات نفس لي سيكونس كاين تقليد. هذا الانسان اللي ما عندوش روح ابداعيه كيلجا للتقليد. التقليد كيعطينا اعمال مشوهه للاسف. باش نسدوا هذا القوس وندوزوا للفقره الاخيره واحد النهار كنتي معصب وانت كتهضر على الصحافه على واقع الصحافه المغربيه وهضرتي على الصحافه الالكترونيه وقلتي فين هي الصحافه مشات واحد البوست على ما اظن كنتي كتحدث فيه على نيبه. اي ممكن على نيبه شنو ما كتشوفش لان الصحافه الالكترونيه الايامات ديال الزلزال بالضبط ما كتشوفش لان الصحافه الالكترونيه هي المستقبل الصحافه في المغرب اليوم وما تبقاش التلفازه والراديو. او ما نقولوش ما تبقاش التلفازه غتبقى انما زعما هو من اقدم وسائل الاعلاميه يعني وباقي لحد الان باقي يعني حتى باسلوبه التقليدي ديال الراديو يعني جهاز الراديو. بالنسبه للصحافه الالكترونيه المشكل اللي كطيح فيه هو انه قله المهنيه. ما عندناش المهنيه بزاف الصحافه الالكترونيه الى قرناها مثلا مع وسائل الاعلام اللي هي وسائل يعني مثلا القنوات الرسميه الى اخره كاين واحد نسبه كبيره ديال المهنيه
كاين واحد النسبه كبيره ديال الصدق، ولكن الا جينا نشوفوا الصحافه الالكترونيه للاسف، وعلما انها هي اكبر متابعه تتابع بشكل كبير، ولكن نسبه المهنيه ضئيله جدا. حيت كاين مشكل حاليا ديال التقنين مجال الصحافه طبعا الالكتروني هو... مجال كاين مازال كاين مشكل ديال التقنين طبعا، كاين مشكل ديال قانون الصحافه الالكترونيه ربما لم يصدر لحد الساعه، وما كاينش حتى شي مؤسسه رقابيه على هذا القطاع هذا، مثلا في الاعلام في الاذاعه ولا في التلفزيون كاين هكا كاين مؤسسه رقابيه، ولكن بالنسبه للصحافه الالكترونيه ما كاين حتى حاجه. يعني يقدر يكونوا انذارات من المجلس الوطني للصحافه اللي بين قوسين ما عندوش السلطه باش انه يحجب لك الموقع، ما عندوش السلطه وصعب انهم يعني يراقبوا داك المحتويات بداك الكم. وللاسف هاد المواقع يعني كتدخل انت بنيه انك تستقل خبر، وكتلقى راسك غصتي في واحد المتاهه ديال الاخبار وديال اشهارات وديال خبر هو اشهار، وواحد كتدخل كتسوف بعض المواقع كتسوف فيها، يعني حتى الناحيه ديال الهيكله ديال الموقع ما يعني ناحيه فيزوالمون يعني استيتيكمون ماشي مزيانه، وبالتالي ف وكتعتمد بزاف على هاد المواقع، كتعتمد بزاف على الشعبويه، على التضخيم، على الكاذب، وعلى البهتان، وعلى المثيره، على العناوين المثيره. ملي كتدخل بيان سور كتلقى خبر ما شاهد قبل الحذف شاهد على أي سرابيع. حاليا غادي ننتقلوا للفقرة الأخيرة اللي هي فقرة صورة فيديو أو تعليق، ونبدأ مع الصورة الأولى. السلكالة نعم مع بسو، مع بسو فنان الكوميدي بسو. شاهدت وقيلة جوج حلقات ديالو، بان لي كفكرة يعني مبدعة، يعني واحد الفكرة جديدة، وبسو ديما كيجيب أفكار جديدة، هو من الشباب اللي طور راسه، هو بان في برنامج ديال الكوميديا اظن منذ سنوات سنوات طويله، وطور راسو يعني قرا وكون راسو ربما على عنده دكتوراه. هذا الشيء يعني هذا خصو يكون مثال للكوميديين الاخرين اللي فقط اكيد شهروا صافي بالنسبه له راه وصل. دونك هذا يعني وعاد كيناقش مواضيع اللي هي نوعا ما مسكوت عليها، مواضيع فيها شويه ديال الحساسيات، اظن ان يعني العمل ديالو مزيان، وصراحه هو ككوميدي انا كيعجبني. فكره واضحه او تعليق واضح، ندوزو الصوره او الفيديو الموالي. فيديو انا طلع مشيو ناكلو تشوروس بالشوكولات اللي كيعجبك. بلاش بلاش طلع طلع كثرت فيك الهضره. انت ذكرتي المسلسل ديال دار النصر؟ نعم. اللي كيتصور او تصور وكيهضر على منطقه ديال طنجة بالخصوص، الاغلبيه كيهضروا باللهجه. علقتي على المساله ديال اللهجه؟ نعم. انها كاين مشكل كبير، عطينا تعليقك على هذا الفيديو. وهذا يعني مؤسف، مؤسف لان الممثل من الشروط ديالو هو الاتقان ديال اللهجات. ممثل مغربي ما يمكنش انت ممثل وما كتقنش اللهجات ديال جميع المناطق، على الاقل المناطق اللي يعني فيها واحد الشمال الجنوب مثلا الجنوب الشرق على الاقل. اما تجي انت يعني في اخر ساعه بدات تقلب على شنو هما المصطلحات اللي كيتقالوا في الشمال، سمع تشورو سمع هادي داكي، وشويه خشاها بدون معنى في الحوار باش نقولوا عليه راه ولم يكن مقنعا، وكان مضحكا اكثر من انه يكون مقنع. جات لقطه مضحكه وما عندها حتى شي معنى، يلاه ناكلوا تشورس ما عندها حتى شي معنى، مجرد بغى يظهر راسو بانه ابن مدينه طنجة وما لم يتوفق في ذلك. تعليق واضح، ندوزو الفيديو او الصوره المواليه. شوفوا سيدي، شوفوا السيده، السيده اش دار ليا، شوفوا السيده اش دار ليا السيده، سيدي شوفوا السيده اش دار ليا سيدي، كيهرس ليا بالجاج، شوفوا سيدي كيهرس ليا بالجاج ديالي. تعليقك سي ربيع؟ هذا على ما اظن الفيديو كيصوروه شي شخص من السائق ديال التطبيقات، السائق ديال التطبيقات واللي فوق الواجهات السياره، سائق اجره، سائق سيارات اجره. والعمل اللي كيرتكبه سائق سيارات اجره عمل اجرامي صراحه، انه يرتمي على السياره ويهرسها راه هذا اجرام. واظن بانه شفت واحد البالغ ديال الامن انه يعني هذه القضيه راه
في اليد ديال العداله. وهذا كيطرح المشكل ديال هاد السائقين التطبيقات مقارنه مع السيارات. هنا نقدروا نشوفوا الامر من جوج ديال الواجهات ولا من جوج ديال الزوايا. الزاويه ديال انه هاد النقل العمومي خصو يتطور، انه خصو يواكب العصر. النقل العمومي سواء كما كان الطوبيس بالتاكسي خصو يواكب العصر، وكنشوفوا ان التطبيقات شئنا ام ابينا غادي تبقى، شئنا ام ابينا، فقط ما يجب هو التقنين، وان التاكسيات هذو خصهم يعني خصهم يوعوا بالامر الواقع ويشوفوا حتى هما كيفاش انهم يتنظموا ولا حتى هما يتشكلوا في اطار تطبيقات ولا في اطار شركات، ولا ما يبقاش داك المفهوم القديم ديال لاكريمه ولا دوك مفاهيم قديمه. ومن جهه اخرى خص المواطن عاوتاني يعرف بانه لما كيركب مع سائق تطبيق راه هو مع الخطاف، يعني من الناحيه القانونيه، يعني لما القانون لا يحميه الا وقعت شي حاجه، وبالتالي خصنا قانون عاوتاني ينظم هذه المهنه اللي اصبحت جديده. فكره واضحه. نزول الصوره الاخيره السي ربيع واللي هي المغرب التطواني، انت متابع ديال الكره بعدا؟ ماشي بزاف، ولكن كنتابع الاخبار، كنشوف النتائج ديال الفريق ديال المغرب التطواني احيانا الى تحت لي فرصه، ولكن ما كنقدرش نحضر لي ماتش لان بحكم انه لا اتواجد كثيرا او لا اوجد كثيرا بمدينه تطوان. شنو المستوى حاليا ديال المغرب التطواني، التغيير ديال المدربين؟ الفريق التطواني المغرب التطواني عاش واحد الفتره ذهبيه في عهد ديال الابرون. حنا الان عايشين على داك الذكريات، ولكن الان كاين داك التخبط اللي كتعيشوه بزاف ديال الفرق ديال البطوله الوطنيه، كيعيش تخبط ديال المشاكل الاداريه، المشاكل في التسيير عندهم على ما اظن لجنه تصريف الامور، ما كاينش رئيس ولا مكتب. والمدربين يلا جا مدرب جديد اللي كان ديجا بسبب مشاكل ماليه ورجع، ما عرفتش كيفاش واش تفاهموا معاه ولا كذا. هذا امر مؤسف، ان وهذا كيدل على ان باقي خصنا بزاف على الاحتراف، باقي يعني الطريق طويل امام الاحتراف. هذا هو سي ربيع. كنوصلوا لختام الحلقه ديالنا، كلمه اخيره تقدر توجهها للجمهور عبر الكاميرا ديالك. الجمهور كنتمنى له رمضان مبارك سعيد، وكنتمنى ان هذه الحلقه هذه ولا هذه الاراء هذه ياخذها يعني بروح تقبل، ونتقبلوا الافكار المخالفه كيف ما انا شخصيا غنتقبل اي راي مخالف ولا راي ضد الراي ديالي. حنا في نهايه المطاف كنبغيو اننا نخدموا هذا الوطن، انه نزيدوا بالمجتمع ديالنا القدام، هذا هو الاساس. دائما الاختلاف لا يفسد الود قضيه، هذا هو شعار البرنامج ديالنا. شكرا سي ربيع على الحضور ديالك اليوم. شكرا متابعينا الكرام، شكرا موصول كذلك للطاقم التقني، دمتم في رعايه الله والى اللقاء. Thank you.